صار دخلت لموضوع الساوند ديزاين، يعني صارت هي عم تعمل تصميم، وهي المهنه كتير 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 مظلومه ببلدنا. مسطر اعترف هي مخرج الموسيقي للعمل. باقي الاولاد ما تاثروا بالموسيقى والله بعد يعني سامحيني بابا الباقي شو عم عطى الباقي كل واحد عامل عنتر لحاله. باسل بيحب يعزف، ثاني مهووس بالفطور، نعم حارس مرمى طوله بيساعده. يا ريتير ان سالكم كل لا انت خاطر ليش تستنوا من غير ما تكونوا بتوصي ب49 شקלים لחודש למשך חודשיים תתקשרו כוכבית 2426 כרוב את הדבון ג'וקי גורנר הזה שצריך בוודאי אני לא מבין فرجة قالت لي ما والله انت مشهور يا سعد، مشهور بالاسم بالعمل وليس بالشكل فوقتها هيك بلشت انه هي بلشت تتابع المتابع اللي كان داعمني اكثر شيء لموضوع الفن اكثر شيء اذا بدك زوجتي وجه لها التحية واختي منال هذول كانوا على طول ايد بايد. قبل وبعد رجعتك للبلد قمت بتلحين وتوزيع وتسجيل وانتاج البوم مسافر صح؟ بلندن سجلت تم التسجيل وتم الحكم بالسفر. كنت اخذ قرار بدي ارجع فبيجيني في مجرد عمل بتسجيلي قال لي لسه سعد نحن هو خريج معي لسه عنا من الاجنبي وجه شو بدنا فيهم نحن عنا لغه قال لي خذ الغني لما اللي حبيته انا له يلا فتنا على الاستوديو سجلنا الألبوم وهذا وش الضيف الألبوم يضم أهلي وبلدي بعيونك يحلى النوم كنا زمان مصاطر يا أمي الحنوني ولما يلي حبيتي اللي أخذت أكثر شي ضجين قصتي ببريطانيا باستثناء لما اللي حبيتها هلا بنت أختي بنتي الثالثة اسمها لما بس أنا ما لي علاقة بشغلة لما بسألوا الكاتب استاذن في رناها شاب غنى معي عبد ربه اسمه بسام عبد ربه وجه له تحية كمان غناها صحيح. رناها وقتها وترجعت وينال في عالم كانت تقول انه الاغنية هي مستوراة السورية في كده لبنانية يعني حتى لا الاغنية الحان سعد الحسيني وتلحنت اداء بلندن وكانت ملحنة خلال 5 دقائق باعتباري اسرع ملحن بالعالم انا بالنسبة لي يا بيطلع اللحن يا ما بيطلع طلع متكي على الله ما طلع كيف بيطلع هات لشوف موهبة ربانية ما بعرف شوف في شغلتين بالحياة يعني ما بدنا نكون فلسفين كتير للمشاهدين في عندك شغلتين في عندك موهبة تقودك لانك تتحرك هي موهبة لكل الخلق يعني مو موهبة يعني شو بيقولوا معرفة انه روح امشي كذا كلنا عم نمشي نعرف انه لازم امشي لازم اشرب لازم بس الموهبة يهب الله لمن يشاء من خلقه ما هو يختص ناس معينين ليش ما بعرف والحمد لله اني بحس انه وقت بعمل عمل وبيطلع وبيلاقي نجاح بغض النظر عن انه اذا عرفت انا ولا ما عرفت بحس انه الحمد لله معناته الله بيحبني من اهم الشارات والموسيقى التصويرية اللي عملتها واللي ما ممكن ما بتعرف انه هدول سعد الحسيني العباديد شارة العباديد لا عظمان المجد الفوارس الخوالي ليالي الصالحية بكرة احلى كوم الحجر كثير من الحب كثير من العنف اهل الراية باب الحارة لا قبل اهل الراية خلصوا اعمالي لا 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 لسه مكمل انا مقسمهم كل شوي تنحكي عن بعضهم والله حبك لسه تصرف على أعمالك فيما بعد صارت يمكن أعمالك مصدر عيش صار طالع لك مصاري شو شك ebből akár egészségügyi problémák is adódhatnak következzen 4 cikk
فثلاث أضعاف ما أتقاضى عليها. أوف. ثلاث أضعاف. رغم أسماء كبيرة. والعبابيد دفعت من أضعاف غير الإقامة. لمين دفعت؟ دفعت لعامل الموسيقى. دفعت. يعني مثلاً لحاطيك مثال. العبابيد كان له حالة إنه أستاذ عدنان أبو الشامات كان بده أنا نعمل تيست مع المستوى. هو أستاذي أنا الله يرحمه علاني شرقي. يعني أنا وقت جيت من بريطانيا ما بعرف الشرقي. بسمع المقام الشرقي بتحسس إنه عشته من المسافر بس. هو فهمني شو طبيعة. فطلع بيقول له أنا من المطعم. نروح للمطعم. المطعم هو أمي اللي كان عدنان بيكتب شخص من المطعم. That